اوكي، مساء الخير يا شباب، اهلا بيكم في هذا اللقاء اول مره بنعمله في الكلاس بتاع الاسلاميك اركيتكتشر ثيوري. احنا معانا النهارده الاستاذه الاديبه ريم بسيوني، اللي هي طبعا غنيه عن التعريف. احنا كلنا اتكلمنا على الروايه بتاعتها الاخيره وهي اولاد الناس في المحاضره بتاعت الاسبوع الفائت، واحنا فخورين جدا بانها لبت الدعاء او النداء بمعنى اصح انها تكون معانا النهارده في هذا اللقاء. نرحب بيك يا استاذه ريم. نحب في الاول طبعا نحب نعرف منك، اعرفك في الاول بنفسي. انا الدكتور ايمن اسماعيل، بدرس منهج تاريخ العماره الاسلاميه في اكتر من مكان. النهارده احنا بنتكلم مع طلبه جامعه مصر او جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا اللي موجوده في 6 اكتوبر، ومعانا الدفعه اللي هي المفروض هتتخرج ان شاء الله السنه دي. ده اخر كلاس بياخدوه، رقمه 570 73، فده معناه ان هو من الحاجات الاخيره جدا. هو كلاس الكتيف، يعني مش مجبورين ان هم ياخدوه، بس انا شايف ان احنا معايا النهارده حاجه بتاعه 30 او 38 مشارك في هذه الندوه، فدي معناه ان تقريبا كل الدفعه موجوده معانا. فطبعا ارجو ان ما يكونش الدافع وراء العدد ده الخوف من الدرجات. فاحنا اللقاء ده اختياري، وسبب ان احنا اخترنا الروايه دي بالذات والقصه دي بالذات ان الموضوع جاء بصدفه بحته. ان انا كان معايا، اعرفك بايه، ايه مصطفى هي اللي كانت بتتواصل معاكي. ايه افتحي الميكروفون يا ايه، او انا افتحه لك. ايه اتفضلي. ايه يا سامعاني؟ ايوه اتفضلي. اه زيكم جميعا. اهلا يا ايه، ازيك؟ الحمد لله. آية هي السبب في اختيار الرواية. آية كانت بتعمل جولة في معرض الكتاب، وبعدين صورت لي الكتاب ده وقالت لي إيه رأيك. فآية كملي لي بقى القصة من ناحيتك. هو الصراحة يعني الكتاب، أنا واحدة كحد مهتم بالتاريخ الإسلامي، فكرة إن الكتاب اسمه أولاد الناس والكوفر فوتو اللي عليه ده أول حاجة شدتني صراحة. أنا كنت بتفرج عادي وبعدين لقيت الكتاب ده فحسيت إنه شدني جدا، فصورته وبعته للدكتور أيمن، قلت له إيه رأي حضرتك. يعني أولاد الناس بالنسبة لنا في الكورس من الحاجات اللي إحنا بندرسها وليه علاقة قوية جدا بالسلطان حسن. فقلنا اوكي خلاص نشوف نقرا الروايه. فالحقيقه طلع ان هو من احلى الروايات واكتر الروايات ليها علاقه بالكورس بتاعنا، يعني لا حقيقي يعني. شكرا يا ايه. يعني انا بجد انا مسكت الروايه استاذه ريم وتقريبا ما قدرتش اسيبها غير لما خلصتها. وعلى الحقيقه انا ما كنتش متوقع، انا فاكر ان انا هطلع منها شويه كده حاجات لطيفه اكلم الطلبه عليها، وبعدين فوجئت بان انها بتشدني وبغوص جواها وبغوص في احداثها وبتفاعل مع كل حدث بيحصل جواها، وكاني فعلا عشت العصر ده. خصوصا طبعا لان الطريقه اللي انا بستخدمها في الكورس هي برضو معتمده على طريقه شبيهه جدا باللي حضرتك بتعمليها، واللي هي انك بتربطي الاثر بالروايه، او بتربطي العاطفه بالحجاره. واحنا دايما بنقول لهم في الكورس it is not about the stone, it's about the soul. فthe philosophy of teaching this course, it's more than just the stone, it's more about the soul. فالنتيجة بتاعت الطريقة ده هي ان الطلبة بتقدر تفتكر، لان احنا عارفين ان الذاكرة بتخزن المعلومات التاريخية بتاعتها عن طريق تريجرز. التريجرز دي بتبقى emotions. فانا ممكن افضل اقول له 100 سنه تواريخ واحداث وقصص وروايات، ومفيش اي حاجه منها هتفضل معلقه بالذاكره بتاعته لحد لما يتفاعل معها عاطفيا. فعشان كده احنا بنعمل الكورس ان احنا بيكون فيه زيارات ميدانيه، وبنعرف القصه اللي ورا الاثر، مش بنقعد نركز على الابعاد الهندسيه بتاعته وشكل العماره بتاعته. احنا بنتناوله، بس بنتناوله في اطار من القصة اللي وراء القصة. لو احنا بنتكلم على الانترنت فاحنا اهم حاجة عندنا الهايبر تكست. الهايبر تكست ده اللي هو اللي ما هو وراء التكست.
فالرواية شدتني من هذا المنطلق، إن أنا أول مرة أشوف تاريخ مرتبط بأحداث وعواطف ومشاعر، وفي نفس الوقت مركز على إن القصة مش الشخصية بقدر ما هو الأثر. ويمكن ده هيجرنا إلى أول سؤال يا أستاذ ريم اللي جالنا من الأسئلة المكتوبة: ما هو الدافع الذي أدى إلى كتابة القصة بهذه الطريقة وأن تتجهي ذلك الاتجاه في السرد؟ مرسي جداً. أنا عايزة أشكركم أولاً على الاهتمام، وأنا بصراحة مبسوطة جداً أنا معاكم النهاردة بجد يعني. شكراً يا دكتور، وشكراً يا آية أن أنت فكرتي في الرواية، وشكراً لكم كلكم أن أنتوا خدتوا الوقت ده أن احنا نتكلم مع بعض فيه. أنا عايزة أسأل بسرعة قبل ما أجاوب، هل كم واحد قرى الرواية؟ يعني حتى لو مرتوش خلاص مش مهم، بس عشان أبقى عارفة وأنا بجاوب يعني أتكلم على إيه وكده. زي نقدر نعرفها دي نقدر نعرفها عن طريق الـ raise hands، فكل واحد يا جماعة يقدر يعمل raising hands لو كان أرى القصة أو جزء من القصة. أيوة كويس قوي كده، صح الدكتور هيقدر يشوفه هلي. ثلاثة أربعة خمسة اوكي ستة، مش حاسبينك معانا يا دكتورة، شكلك ما قريتيش. انا مش رافع ايدك. لا ده عدد كبير الحقيقة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اوكي 10 اوكي ولسه بيزيدوا، يعني ممكن تقولي ان احنا ايه يعني تلت اللي موجودين تقريبا قروا الرواية. ده رائع. والطلبة دراسة عليا ولا دي بس آخر سنة في التخرج؟ آخر سنة في بكالوريوس عمارة. ده حاجة يعني جميلة جدا، لأن طبعا هي رواية صعبة برضو إلى حد ما، فإن هم فكروا يقروها أنا بجد بشكركم جدا، وأحب أسمع رأيكم فيها إن شاء الله لما تيجي أي فرصة تانية أو على الفيسبوك أو على صفحتي. وبالنسبة لل طبعا أنا عايز أتكلم على الإسلاميك أركيتكتشر بما إن أنا مش متخصصة فيها، لكن دخلتها من جهة الهواية بقى. أنا جاية من الإسكندرية، والإسكندرانية على فكرة معلوماتهم عن الإسلاميك أركيتكتشر ضعيفة جداً. في حد هنا من الإسكندرية غيري؟ الموجود؟ فائدهم برضو؟ قولي تاني يا أستاذة ريم، معلش الصوت راح. بقول في حد تاني من الإسكندرية هنا؟ إسكندرية يا جماعة، أهالي إسكندرية رفعوا إيديهم. شكلها مفيش حد. مفيش طيب انا قلت برضو كده، لان الاسكندرانية برضو معلوماتهم عن القاهرة الاسلامية قليلة. لا في واحدة اهي زهرة. في طب الحمد لله. اوكي وانا كنت برضو من يعني عشان انا جاي من اسكندرية، فلما كنت بزور القاهرة بزورها مثلا يومين ثلاثة، ببقى عايزة اشوف حاجات مختلفة عن القاهرة الاسلامية. حتى فاكرة وانا صغيرة كان بناخد اسباني، وكان في مدرس جاي من اسبانيا، فقعدنا نقول له ايه اكتر حاجة عجبك في مصر، فقال لنا الغورية. حضرتك سامعني؟ ايوه سامعك. فقال لي، فطبعا انا استغربت جدا، قلت ايه يعني اللي عجبه في الغورية؟ انا ساعتها طالبة وما كنتش لسه اعرف اي حاجة عن المباني الاسلامية او الاسلاميك اركيتكتشر. بعد مدة طويلة جدا سنة 2013 رجعت مصر بعد ما كنت عايشة بره مصر مدة طويلة، رحت زرت مسجد سلطان حسن. زي ما حضرتك بتقول كده، حسيت ان الحجر بيتكلم. يعني فعلا حسيت احساس غريب جدا وانا جوه المسجد ده. معلوماتي عن المماليك كانت للاسف المعلومات الضعيفه اللي بتجيلنا في المدرسه او بتجيلنا في الافلام والتمثيليات، ان هم كانوا ناس بقى شريره وعبيد وحكموا مصر وما عملوش حاجه. وطبعا ده اي حد درس اثار عارف ان هو مش حقيقي خالص. فانا يوميها قعدت اسال هو مين السلطان حسن؟ فقالوا لي هو سلطان صرف كل فلوسه على بناء المسجد ده وبعدين اتقتل، بس كده ما فيش اي معلومات تانية. انا روحت البيت بقى قعدت 3 سنين ليل ونهار اقرا عن المماليك وازور اثارهم. يعني قعدت 3 سنين ما بعملش حاجه خالص في اي ويك اند عندي غير ان انا بزور اثار المملوكيه لحد يعني. ودي برضو المكان الوحيد اللي انا كنت بحس فيه براحه نفسيه، مش عارفه ازاي. ففعلا هو اتصال روحي جالي بالمكان خلاني عايزه اعرف اكتر عن مين هم اولاد الناس. طبعا السلطان حسن اتقتل لان هو كان بيفضل اولاد الناس عن المماليك. طب مين هم اولاد الناس ومين المماليك؟ ده
بدأت بقى القراية وبدأت أن أنا أكتشف أن إحنا اللي تعلمناه في المدرسة عن المماليك ولا حاجة، وأن إحنا ما تعلمناش علاقة الأحجار أو علاقة المباني زي ما حضرتك قلت بالروح وبالنفس وبالإنسان وبتاريخ طويل جداً تحكي عن بشر أكتر من أي حاجة تانية. معاك سمعين. بس ده يعني دي كانت البداية بقى. قعدت بقى 3 سنين أبحث لدرجة أن أنا دلوقتي بفكر أن أنا خلاص بقى أنضم ليكو وسيب اللينغويستكس اللي أنا بشتغل فيها، لأن فعلاً لقيت نفسي أن يعني العمارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي رائع رائع وغني جداً، وإحنا لسه في بدايته وفي أكتر كلام كتير. ده أكيد. أنا أول لما اتصلت بيكي أنا ما كنتش متوقع بصراحة أن أنا هقدر أوصل لك بسهولة، أن جات لي الفكرة أنا لازم أكلم مع الشخص ده، لأن فعلا حصل تواصل روحي كده عجيب جدا. ويمكن أنا وآية لسه نشرين ورقة بحثية في مؤتمر العمارة الإسلامية للمساجد في ماليزيا، كان تقريبا من 3 شهور. عنوان البحث ده كان The Soul of Mosques. لا ده أنا عايز أقرأه، ده لازم يعني. يا ريت يا آية تبعتيهولي. كان لسه بقول لآية لو تقدري يا آية تطلعي لنا الباوربوينت او شويه من الشارتس اللي عملناها للبيبر ده نشركها معاها. هي الفكره باختصار ان احنا جت من نقطتين. في مساجد في زياراتنا كنا بناخد معانا الطلبه ونخشها، واول لما الشعور اللي جالك ده في السلطان حسن هو نفس الشعور تقريبا اللي جال ناس كتيره جدا، كلهم بيخشوا بالسكينه وبالروح وبالهدوء. فالكلمة اللي قعدت أدور عليها في الريسيرش هي كلمة سيرينيتي. كلمة سيرينيتي باللغة الإنجليزية تشمل حاجات كثيرة جدا، بالعربي يعني تترجم إلى سكينة إلى حد ما، بس هي أوسع وأشمل من ذلك. وفي نفس الوقت في مساجد لا تقل روعة من ناحية العمارة بتاعتها واللي اتصرف عليها، ورغم ذلك تعدي من جنبيها ويو بيرلي نوتس إت إكزيستس بيرلي. وده حصل معايا أنا وناس كتيرة جداً عند ناصية شارع المعز وشارع القائد إبراهيم اللي هو الشارع الرئيسي اللي فيه الكوبري، وبنعديه عشان نروح الناحية التانية. فلو إحنا جايين من ناحية باب زوية لو هنعدي الشارع في الحتة المتغطية اللي في آخر الشارع، وعلى شمالنا في مسجد السلطان قنصوه الغوري. حضرتك معانا؟ أي أنت سمعاني؟ شوية. حضرتك تقول تاني. تمام. بقول إن في مساجد الواحد بيعدي من جنبها ولا يكاد يشعر إنها موجودة، رغم إن اللي اتصرف عليها هو يعني يعد أضعاف يمكن اللي اتصرف على جامع السلطان حسن. من الأمثلة بتاعت ده كان جامع مدرسة السلطان القنصوه الغوري اللي على ناصية شارع المعز لدين الله مع الأزهر. معرفش حياتك تعرفي الجزء المتسقف اللي في آخر الشارع ده، لو احنا ظهرنا الباب زوية لو هنعدي الشارع هتلاقي على ايدك الشمال طبعاً في مدرسة قنصوه الغوري. في كل زياراتنا تقريبا بنعدي من جنبيه ومفيش مرة فكرنا نخش. فابتديت اسأل يعني تسألت كده وقلت لآية انت عارفة ان هناك في كذا؟ تقول لي لا مش خدش بالي. تعرفي ان الجامع ده يعتبر ان هو يعني مثال لكمية اللي حط فيه من الزخارف والعمارة الاسلامية لا يكاد يعني يحصى. بس ايه قصته؟ هتبص تلاقي لما هتدوري في القصة ان الجامع ده الكل المؤرخين بيتكلموا ان هما اطلق عليه تبكيتا المسجد الحرام، ليس لأنه مسجد جامع المسجد النبوي ولا أنه زي مكة، بل لأنه أنفق عليه بالكامل من مال حرام، فتم استخدام الصخرة في بنائه واستخدام العمال وسرقة القصور اللي كانت عامرة علشان يتبني ويبقى قنصوه الغوري ليه حاجة الناس تفتكروا بيها بعد لما يموت. فإذن اللي وصلت له أنه وكأن النية بتنتقل عبر الأثير وعبر الزمان لتؤثر على محبوبية الناس للأثر. فإذا القضية ليست قضية روعة في العمارة ولا جمال، هي قضية حب الناس للمكان. في المقابل بنلاقي أن جامع السلطان أو مجمع السلطان قلاوون اللي هو طبعا جد السلطان حسن مازال لحد النهاردة في مستشفى العيون،
يعني ده لو اتكلمنا بقى على أقدم أثر موجود أو أقدم مستشفى أو بير مارستان موجود في العالم، فإحنا بنتكلم على حاجة عملها السلطان قلاوون من قبل ما يكون في أوروبا أصلاً عندهم أدوية ولا تعافي بالطب، في الوقت اللي هم كانوا بيدقوا فيه مسامير في دماغ اللي عنده صداع علشان يطلعوا منه الألام اللي موجودة عنده. فإحنا عندنا مستشفى لحد النهاردة مفيش حد ما يعرفش مجمع قلاوون، وما زالت الناس بتحب المكان ده والمنطقة دي وبتروح تزوره. فإذن الموضوع يعني وصل إلى أن كأن العمارة والفن الإسلامي ليه روح، ليه فعلا في أماكن تشوفها تحبها وأماكن تشوفها ما تحبهاش، زي وزي الأشخاص بالضبط، يعني الأرواح وجنود المجندة، ما تقابل منها اختلف وما تنافر منها اختلف، زي بالضبط ما الحديث بيقول. حقيقي جدا ده اللي خلاني يعني أتعاطف جدا مع القصة وأن أراها بكل كياني، وأنا كلمت كتير بس حبيت أديك خلفية إحنا ليه الكورس ده بالذات مرتبط بالقصة دي بالذات. لا ده كلام مهم جدا، وفعلا أنا كمان الحاجة الرائعة في الكورس ده أنا شفت أن أنتوا بتروحوا الأماكن كلها وتشوفوها، يعني بجد حاجة جميلة قوي. يعني احنا مستنيين بقى لما تقول لنا على الميعاد الجاي ان شاء الله تكون الازمه دي يا رب نفسي ونروح مع بعض يا وانا هستفيد كمان جدا جدا، واحنا اللي هنستفيد اكتر. السؤال اللي بعد كده بيقول: ما الذي جعلك تدمجين قصص الحب بالعماره الاسلاميه، وكيف استطعت المزج بينهم في روايه متكامله الاركان؟ اظن السؤال واضح. طبعا هو سؤال حلو قوي على فكره. هو طبعا انا شايفه ان لو احنا قرينا العصر المملوكي في العماره، وقرينا طبعا في السياسه، وبعدين قرينا في الشعر، او قرينا على الكتب اللي طلعت في العصر المملوكي، فهنلاقي ان كأي انسان في العاطفه الانسانيه او الحب والكره ده موجود عند البشر من بدايه الخليقه. فانا شفت ان الحاجه اللي بتخلينا نحس قوي بالبشر هي ان احنا نعيش معاهم قصه حب، او حتى نعيش ساعات معاهم قصه حب وفيها كره وفيها حب وفيها يعني حاجات مختلفه. يعني حتى لما بنشوف شعوب تانية وبنحاول ان احنا نتفاهم معاها، فبيكون عن طريق ان احنا بنشوف قصه حب، بنحس ان احنا المشاعر دي كمشاعر انسانيه صادقه ممكن نحس بيها كلنا، او ممكن تبقى موجوده في كل العصور وفي كل البلاد مع اختلاف البني ادمين يعني. فدي وسيله بالنسبه لي كانت للتعارف على الانسان، خصوصا ان احنا برضو مع اكيد انتوا اكيد انا متاكده انكم قابلتوا الحكايه دي، ان في ناس كتير جدا بتشوف ان المماليك دول عبيد وان هم حكموا مصر وان هم طغاة، وطبعا هم يعني اكيد هم برضو فيهم حاجات كتير مش كويسه، لكن العماره اللي سابوها لنا روعتها تقول لنا ان كان في بعد انساني كبير مهم قوي ان احنا نعرفه. البعد الانساني ده مش ممكن نفهمه غير لما عرفنا نعيش مع الاشخاص دي قصص حبهم وكرههم وكبروا ازاي وعاشوا ازاي وضعفهم، يعني مش بس حب وكره، لا الضعف والقوه ومناطق الضعف ومناطق القوه. فحسيت ان ده كان مهم قوي، وما يكونش مجرد ان احنا نسر التاريخ مش حاسين بيه كبشر. كان مهم قوي بالنسبه لي ان احنا نحس بيه كبشر، ده غير طبعا ان الواحد لو بص العصور دي واللي قبلها على فكرة هنلاقي إن كمية المشاعر الراقية الجميلة في الحب موجودة جدا في الشعر، موجودة جدا حتى في الكلام المكتوب، حتى في المؤرخين نفسهم. ساعات مثلا مؤرخ يقول لك ده هو حب الجارية دي، أو ده هو حب الشخص ده، أو دي الست دي كان لها قدر كبير، يعني فواضح إن كان في مشاعر إنسانية جامدة جدا. طب ما هو ده بيدفعنا للسؤال الثاني، يعني السؤال بقى ده مش جاي من الجمهور، ده هضطر ان انا اخده من عندي. يا سلام. فين هو؟ كيف 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 استطعتي ان انت تضحكي علينا؟ بمعنى ان انت في كل الاحداث تقريبا في سمة مميزة مشتركة للعواطف، بتبدأي بان انت بتنقلي لنا مشاعر الكراهية ناحية هذا الشخص، أوكي، وبعدين بتاخدينا وتسحبينا وتجرجرينا تدريجيا لدرجة إن إحنا بنبتدي نتعاطف مع هذا الشخص. في الثلاث أحداث كلها بدأت بالنمط ده. أنا عايز أعرف طبعا ده مقصود ولا لأ، بس بما أنه هو متكرر في الثلاث قصص فهو يبدو أنه هو مقصود. وأنا متضايق لأن أنت ضحكتي عليا وخلتيني فعلا أبتدي أن أنا في أول القصة أكرهه فعلا،
وبعدين في الآخر وفي النص كده أبتدي أتفهم هو ليه بيعمل كده، وبعدين في الآخر أن أنا almost أحبه وأحس أنه هو لا يعني هو نيته كانت كويسة، بس يعني يمكن في الأول كان لي أغراض عايز يحققها وظهر إن هو قاسي إلى درجة معينة. أنا معايا سؤال من ريمان أعتقد إن هو ليه علاقة بالموضوع ده، وهي رفع أيديها من فترة، فأستأذنك أخده قبل ما ترجع على السؤال. طبعا تفضلي يا ريمان. أنا رفعت بالغلط. رفعت بالغلط. طيب أوكي، ممكن تعملي lower hand. أوكي. اتفضل يا دكتور. انا كمان برضو انت كمان برضو كان عندي نفس الاحساس بالظبط، موضوع ان انا الشخصيه تبدا انه انا لا كراهيه وبتاع، وبعدين في الاخر اجي انه ايه ده لا انا تفهمت فعلا ليه كده. طيب يبقى عندنا اجماع على ان في نوع من انواع الخديعه العاطفيه للقارئ. هو طبعا الكره بالذات كان مع الامراء المماليك، يعني في الروايه الاولى والروايه الاخيره بالذات كان في الى حد ما حاجات مشتركه فيهم، ودي كانت مقصوده لان هي كانت مقارنه بين عصر الازدهار في الروايه الاولى وعصر بقى سقوط دوله المماليك في الروايه الاخيره. فكان مثلا شخصيه امير محمد وشخصيه سلار الاثنين فيهم يعني مقصودين ان هم يبقى في مقارنه، القارئ نفسه يقارن بينهم وبين الهزيمة الشديدة للسلار في النهاية والحزن والألم، وبين طبعاً إن أمير محمد حتى لو يعني نهايته، لكن هو كان في عصر فيه ازدهار شديد وفيه يعني انتصارات قوية جداً، فكان ده مقصود كمان إن زي ما أنا تجربتي إن أنا بدأت يمكن ما أعرفش كثير عن المماليك وما بحبهمش، أقول لك بصراحة برضو طبعاً دلوقتي يعني زعلانة من نفسي، لكن بدأت بالتجربة دي بعد ما قريت شوية لقيتهم لا دول بني آدمين على فكرة، وفيهم حاجات كويسة وفيهم حاجات وحشة. طبعاً الواحد لازم يحطهم في إطار عصور وسطى، ففي إطار إن الناس كانت عايشة إزاي في العصور دي والحكام كانوا بيتعاملوا إزاي مع الناس، ففكرتنا برضو عن حقوق الإنسان اللي إحنا عارفينها دلوقتي ما كانتش موجودة نفس الطريقة في العصور الوسطى. فده خلاني أحس إن فعلاً في حاجات كتير جداً انا ما كنتش فاهماها، زي بالظبط يمكن زي لما ما كانتش فاهمه، زي هند ما كانتش فاهمه، فيمكن هم كانوا بيعبروا عننا كلنا زي ما آية قالت وزي ما الدكتور قال ان احنا رحنا الرحله دي معاهم، في ان احنا نحب الاول نكره وبعدين بعد كده نفهم وبعدين بعد الفهم نبتدي نحب. ده شيء رائع جدا، بس يعني انا في السؤال اللي انا كاتبه بقول هل دي يعني رساله، يعني انت في ممكن احتمالين، احتمال ان انت قررتي ان كانك ظلمتيهم في الاول فحبيت ان انت تورينا ان او ان انا بكفر عن غلطتي دهيب ان انا كمان هخليك كلكم تقعوا نفس الغلطه زي ما انا وقعت فيها، ولا الرسالة ممكن تكون فلسفية وأبعد من ذلك؟ طبعاً أنت الوحيدة اللي ممكن تردي على السؤال ده. هو طبعاً أتمنى أنها تكون أبعد من كده، يعني أبعد من بس تجربتي الشخصية، لا أتمنى أنها تكون فلسفية وأبعد من كده، وبتعبر عن المصري في العصر نفسه كمان. وهو ده الحقيقة اللي احنا ملاحظينه، يعني احنا لما بندرس تاريخ المماليك بنلاقي ان السمات بتاعتهم كلها عباره عن، وانت كاتبه الكلام ده نصا في كتير من الفقرات، ان هو يعني القتل عندهم اسهل من السلام. اوكي، يعني ورغم ذلك يتناقض ده مع التربيه والاصول الدينيه اللي تشربوها من صغرهم، وان هم المفروض يتربوا على الفقه وعلى الجهاد وعلى حرمانيه النفس، ورغم ذلك صراعهم في السلطه كان شديد القسوه. فكيف ازاي يعني كيف يكون هذا التوازن ما بين هذه الشخصيات اللي المفروض ليها نشاه دينيه قويه جدا، وبين استسهالهم الشديد للانقلاب على حكم اي حد قبل عن طريق سفك الدماء؟ ما هو ده بقى هي التناقض الإنساني، يعني الموجود عند يعني احنا كلنا عندنا تناقض، بس هو تناقض قليل أقل من كده شوية، لكن التناقض الإنساني الموجود عند البشر كلهم، من ضعف من قوة من خير من شر من مشاعر متضاربة ساعات من ناحية ناس مختلفة، يعني هو ده اللي أنا كنت عايز أعبر عنه بالظبط. بس أنا كمان عايزة أسأل حضرتك وأسألكم كلكم،
ازاي بتدرسوا المماليك؟ هل بيبقى فيه مثلا شعور قوي بالعماره المملوكيه؟ هل يعني انا برضو مهم عندي جدا اعرف هل الطلبه بتطلع، يعني اكيد هم بيسمعوا عن المماليك كلام غير اللي هم درسوه بقى، مش كده؟ يعني بيبقى فيه اختلاف شويه. ما هو طبعا بيبقى يعني بطبيعه التدريس ان المصدر الرئيسي للمعلومات بيكون هو استاذ الماده. فاحنا يعني كشعب مصري احنا مش قراء، وانا عارف ان قليل من الطلبه اللي ممكن يكون هيتوسع في القراءه خارج اللي انا بقوله له، على اساس ان الدكتور هو اللي هيمتحننا بقى، وهو اللي يعني ما فيش داعي ان انا اتعب نفسي طالما في الاخر هو عايز وجهه نظره هو. انا بحاول ابعد بقدر الامكان عن الحكايه دي، وان انا احاول اجيب وجهات نظر مختلفه عن الموضوع ده، وده بتنعكس عن طريق الفيديوهات اللي احنا بنعملها. علشان كده ان مشروع الكورس ده بيكون عباره عن عمل درامي، مش ان هو بيعمل لي رسمه او بيرسم لي اثر او حاجه زي كده. ده هو بياخد شخصيه مرتبطه باثر ويحولها الى عمل درامي عن طريق ان هو يجسده كتمثيل وكدراما، وان هو يطلع لي القصة اللي ورا بناء المسجد ده عن طريق تجسيده للشخصيات المحورية اللي حواليه. فلو اخذنا ان السلطان حسن فهو طبيعي هيتكلم عن الشخصيات اللي موجودة، عشان كده القصة كانت بالنسبة لي يعني في الجون، ان هو هيتكلم عن بيلك وهيتكلم عن علاقته بالسلطان حسن، ومين اللي قال لمين الفكرة، وايه الاوامر والازمة اللي خلقتها بناء الاثر، الازمة الاقتصادية الشديدة، واثر انهيار المأذنة اثناء البناء على استمرارية المشروع وثقة الشعب فيه، والسر وراء ان بيلك يعني احنا بنروح الجامع وبنتفرج وبيدوروا هو على الاسماء المستترة وسط الخط العربي علشان يطلعوا اسم الخطاط او اسم الفنان اللي كتبها. فبيحاول ان هو يدمج ما بين الدراما والقصة والتمثيل قبل ما يتكلم مجرد عن الاثر، فبالتالي بالطريقه دي هو بيستكشف. فانا دايما بيجي لي فيدباك، انا بدرس الكورس ده يمكن بقالي 10 سنين، درسته في مصر ودرسته في الامارات وكمان في الصين، حتى رحت هناك واتكلمت عن العماره الاسلاميه وازاي احنا بندرسه باستخدام الدراما. انا بستخدمها في العماره الاسلاميه والعماره غير الاسلاميه كمان، يعني حتى اللطيف ان الطلبه دول كتير منهم اصلا اخذوا الكورس اللي قبله اللي هو بقى تاريخ العماره الاوروبيه في العصر الحديث اللي هو من اول 1700 لحد نهاية القرن العشرين، كلهم بيعملوا نفس الحكاية. فبتبقى عندنا الرابطة الأساسية اللي ما بين العمارة الإسلامية وإيه اللي كان بيحصل في العمارة في أوروبا في نفس الوقت. فأرجو أن أنا ما أكون رديت على سؤالك. فهم بياخدوا التاريخ بمنظور إنساني أكتر منه من منظور هندسي. ده أحلى حاجة. طيب ما هو ده بقى هيدفعنا إلى إشمعنا السلطان حسن؟ يعني من كل العمارة المملوكية، أو بمعنى أصح السؤال اللي مكتوب من الطلبة، لماذا عمارة المماليك بالذات، ولماذا من عمارة المماليك السلطان حسن، وما الذي يجعله الرابط المثالي لكل القصص والعصور؟ هو طبعا السلطان حسن، يعني غير ان انا ليه اخترته، عايز اقول لكم ان هو يعتبر زي ما اكيد انتم كلكم عارفين هرم مصر الرابع، من احلى واعظم المساجد المبنيه في العالم كله مش بس في مصر. ده كله انا كنتش اعرفه قبل كده. لو حد منكم فكر هيلاقي ان اوباما لما زار مصر هو حب ان هو يزور جامعه القاهره وزار الاهرام وزار السلطان حسن بس. فان هو اختار يزور السلطان حسن ده ممكن يورينا قد ايه فكرنا ان هم فاهمين وقاريين وفاهمين ان هو يعتبر من اعظم واحلى الاثار الاسلاميه على الاطلاق. ده بالنسبه يعني الاجابه الموضوعيه عن السؤال. لكن ليه انا بقى بالذات فكرت فيه؟ اولا انا درست في جامعه اوكسفورد. جامعه اوكسفورد هي جامعه من القرون الوسطى، ومحتفظين هم يعني زي ما تكون بالظبط بتدرس جوه السلطان حسن، دي بقى مدارس فهم محتفظين بالطابع القرون الوسطى. فانا كنت مبهوره جدا بيها سنين دراستي، وما كنتش يعني بقول يا ريت كان في حاجه كده في مصر، ما كنتش اعرف ان في حاجه كده في مصر بس انا مش عارفاها. لما جيت زرت مسجد سلطان حسن لقيت فيه تقارب بينه وبين العمارة اللي موجودة في أوكسفورد، لدرجة أن بعد كده قريت أن ممكن يكون أنا طبعاً مش عارف إذا كان ده حقيقي ولا لا، بس بالنسبة لي هي من أروع العمارة الإسلامية على الإطلاق. ده بالنسبة لي أنا عيدي الفقرة الأخيرة يا أستاذة ريم علشان الصوت قطع.
آه العمارة الإسلامية بالنسبة لي الحقيقة هي من أروع العمارة الإسلامية، العمارة المملوكية بالنسبة لي من أروع العمارة الإسلامية على الإطلاق، بس أنا مش عارفة إذا كان ده يعني حقيقي ولا أنا ده مشاعري يعني. بس أنا حركني قوي لما زرت مسجد سلطان حسن الإحساس بالمكان وطريقة شكل وهيكلة المكان. بعدين رحت زرت سلطان برقوق نفس الإحساس. بعدين بدأت أزور كل المساجد الأمراء المماليك اللي هي يعني حتى بيبرس جاشنكير، فبدأت لا ده أنا عندي نفس الإحساس بالقرب الشديد المعنوي. هل ده عشان درست في جامعة أكسفورد هي كان فيها عمارة شبه يعني العمارة المملوكية وهم تأثروا بينا ودي حاجة ما كنتش أنا أعرفها، ولا يعني كان إيه السبب بالضبط؟ أنا نفسي مش عارفة، بس هو في اتصال روحي ومعنوي شديد كان بالعمارة المملوكية بالذات. احنا الفري فيرجن بتاعت زوم فاضل لها دقيقتين بالظبط وتخلص، فانا هستسمحك ان احنا لما هنخلص هنخش على نفس اللينك مره تانية لو اوكي مفيش مشكله، لان انا طبعا. شايف الدكتوره دعاء دخلت معانا على الخط اهي. دكتوره دعاء حضرتك معانا؟ شكلها بتجرب المايك. دعاء اوكي. يا دكتور ايمن. يا دكتور دعاء. سامعينك يا فندم، ازيك؟ الحمد لله تمام الحمد لله. معلش مبسوط انك عرفتي توصلي معانا، بس احنا خلاص هنقفل السيشن دي وهتخشي تاني بعد اذنك بنفس اللينك مره اخرى، هيدينا برضو 40 دقيقة تانية. الدكتورة دعاء عرفنا هي أستاذة التاريخ الإسلامي في كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان، صح كده يا دكتورة دعاء؟ التاريخ الحديث، التاريخ الحديث في جامعة حلوان. التاريخ الحديث بس يعني اللي عرف ان انت تخصص مماليك يعني. ما هو ده بقى المماليك هي البوردر لاين ما بين ال فترة زي ما الدكتورة كانت بتتكلم العصور الوسطى بقى والعصور الحديثة، فهم الجزء بتاعنا. وبلاس ان المماليك كمان عاشوا في العصور الحديثة، لان في النيو مملوكس، النيو مملوكس دول عاشوا في فترة العصر العثماني، فطبعا بيبقى يعني ستايل في الكتابة مميز جدا ومختلف جدا. انا بس بدأتي رواية ولا لسه؟ نعم بدأتي رواية ولا لسه؟ لسه إن شاء الله، أصلا أنا بحب أقرأ هارد كوبي، فإن شاء الله بإذن الله خلاص إن شاء الله فننتظر رأيك بإذن إن شاء الله. الحاجة بس كنت عايزة أقولها في الموضوع المماليك، وإن حضرتك في ستايل كتابتك بتخلي الناس في الأول ممكن يعني ياخدوا موقف شوية، وبعدين في النص يتفهموا، وبعدين في النهاية يعني تسيمباثايز مع المماليك. هو فعلا الشخصية المملوكية شخصية محيرة جدا، وفعلا مليئة بالتناقضات. القانون اللي كان بيحكمهم هو شريعة الغاب، يعني البقاء للأقوى، وبالرغم من كده فهنلاقي ان في جانب إيجابي كبير وجانب إنساني. يمكن ظروف نشأتهم والتجربة الإنسانية اللي هم عاشوها هي اللي خلت إن كل واحد شايف إن عنده القدرة والكفاءة إن هو يصل إلى المراتب العليا، وإنه ممكن يعمل أي حاجة في سبيل إنه يوصل للهدف دوت. هم كانوا شايفين إن كلهم peers أو إن كلهم أنداد، وإن محدش بيتميز عن حد، وربما ده هو السبب اللي بيفسر لنا ليه رغم ان هم نشأوا بالفعل نشأة في البداية بيعلموهم الأسس الدينية، ومع ذلك كانت النوازع الشخصية بقى أو الأطماع أو الطموحات بتخليهم أحيانا يعني يضعوا هذه الأشياء جانبا من أجل الوصول إلى الطموح. يعني مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، بس ده ما يمنعش ان هم في النهايه بشر، والبشر يصيب ويخطئ، وزي ما في جانب دارك برضو في جانب برايت. ويعني يمكن دي الحاجه اللي دايما بقولها للطلبه بتوعي، ان اللي بيدرس التاريخ واللي بيتصدى كمان لكتابه التاريخ لازم يكون منصف ويقدم رؤيه متوازنه
زي ما بيبص على الجانب السلبي لازم كمان يبص على الجانب الإيجابي في نفس الوقت. فهي دي بس النقطة اللي أنا يعني بتفق مع حضرتك فيها جدا جدا جدا. ويعني أنا أول ما الدكتور أيمن قال كده عرفت على طول إن أكيد حضرتك توغلتي بقى فعلا في تاريخ المماليك علشان تقدمي رؤية زي كده. يعني والله هي دي نقطة يعني يبدو إن الطلبة أو اللي قرأ القصة فيها شوية خلاف. يا ريم اسمحي لي أقول لك يا ريم كده على طول. طبعا طبعا شرفني. علشان بس ايه احنا هنقول بقى ايه هنشوط جامد والاسئلة بقت قاسية. انا عندي سؤالين عكس بعض. كيف استطعت في الرواية ان تكوني حيادية تامة ودون احساس القارئ بالحيازية سواء للعصر او للحاكم؟ والسؤال اللي بعده جاي من واحد تاني. لماذا يوجد تحامل تجاه الدولة العثمانية في الحكاية الثالثة؟ ولماذا تدور الاحداث عموما عن تخلط المماليك بالعامة واولاد الناس؟ فخلينا في السؤال وعكسه. هو انت كنت بتحاولي تكوني حياديه ولا انت قصده تكوني منحازه ضد الدوله العثمانيه؟ سؤال مهم جدا. لا الحقيقه انا حاولت ان انا اكون حياديه جدا في الدوله المملوكيه والدوله العثمانيه. لو خدتوا بالكم ان الجزء الاخير سقوط الدوله في المماليك انا عملته على ثلاثه بيتكلموا مع بعض او ثلاثه بيحكوا تجربتهم اللي قرا الروايه طبعا او اللي وصل للجزء الاخير. دي كانت عندنا شويه في الاول يا ريم بس يعني انا وصلت لها بعد بس اول كام فقره. هو مين اللي بيتكلم ولا مين اللي بيحكي ومين اللي بيتكلم وايه اللي احنا قلبنا ليه؟ صح احنا ليه قلبنا؟ عندنا البنت المصريه وعندنا سلار المملوكي وعندنا مصطفى باشا العثماني. كل واحد منهم بيدي وجهه نظره. طبعا وجهه نظر مصطفى باشا مختلفه عن وجهه نظر سلار. وجهة نظر بنت المصرية هند كانت وجهة نظر شخصية عن اللي هي نفسها حصل لها إيه أو إزاي مشاعرها يعني بالنسبة للموضوع. فأنا حبيت أن أنا أعبر عن الثلاثة مع بعض. برضو أنا اعتمدت أكثر على مصادر تاريخية يعني مثلاً ابن إياس. وحسيت أن ابن إياس نفسه لما كان بيتكلم على المماليك والعثمانيين في حاجات كان بيحكيها يعني تحس ان هو مش ممكن يكون حكاها له واحد مملوكي، ده لازم لحكاها له واحد عثماني. يعني مثلا بيحكي على مواقف معينه حصلت لسليم لما دخل كذا حس عمل كذا، فكانه هو قعد مع كذا حد سواء كان من العثمانيه او من المماليك وقعد معاهم وفهم منهم اكتر. عشان كده انا يعني الحاجات اللي موجوده في الروايه بالنسبه للدوله العثمانيه كلها موثقه في التاريخ. يعني الحاجات الوحشه للاسف انها موجوده في كتب التاريخ زي ابن اياس وغيره من الناس اللي كانت معاصره للموقف ده. ده ما يمنعش ان لو حد شاف، انا طبعا مش عايز احرق نهايه الروايه، هيلاقي ان في امتزاج واستقرار حاصل بين يعني بين العثمانيين المماليك المصريين وكلهم ذابوا في الهويه المصريه القويه جدا اللي خدت او امتصت كتير من الهويات الاخرى اكتر ما احنا كلنا ممكن نتصور يعني، وخدتهم كلهم وخلت ومصرتهم تماما. فانا حاولت الحقيقه ان انا اكون اعتمد على اكتر على المصادر التاريخيه خصوصا في حاجه زي حكايه العثمانيين ودخولهم مصر ويعني ايه اللي حصل بالظبط والحاجات دي. فكان اعتمادي على ابن اياس طبعا كتير لان هو كان موجود في العصر ده وعاصر الدخول، ولحد ما هو ما كانش يعني دايما متحامل. يعني هو في لو حد قرا ابن اياس او حد يحب يقرا ابن اياس هو كان بيقول اللي لهم اللي عليهم. يعني هو كان بيحكي لان طبعا في اي يعني دخول لبلد على فكره بيحصل انتهاكات، فاحنا مش ممكن نقول ما بيحصلش. لا ده هو لما المصريين مثلا في ايام الدوله العباسيه والعباسيين دخلوا او المماليك دخل الامويين دخلوا مصر في انتهاكات حصلت مكتوبه في التاريخ. فللاسف ان ده موجود على طول يعني خصوصا لما يخش جيش بلد ثاني. فابن ياس كتب على الانتهاكات دي بتفصيلات شديده جدا على اللي هو شافه ان هو فيه سرقات او فيه حاجات معينه. فانا طبعا يعني عشان اكون صادقه مع التاريخ اللي كان مكتوب منه ومن كذا حد تاني منهم ناس متخصصه في التاريخ العثماني، فكان لازم ان انا اكتب اللي حصل. لكن ده ما يمنعش ان في اتصهار حاصل، ان في تمصير سواء للمملوكي او للعثماني في نهايه الروايه اللحظه النهايه. انا مش عايز طبعا اتكلم عليها يعني كتير، بس اتمنى الشخص اللي سال يقرا تاني اخر
هي انت معايا؟ مع حضرتك يا دكتور. هي اللي خرجت صح؟ انت ريم معانا؟ سمعتوني ولا لا؟ الحته الاخرانيه الظاهر ان ايه المخرج بتاع زوم ما حبش ان هو يحرق النهايه بتاعه القصه، فقرر ان هو يقطع الباند ويث على الحته دي. انت لسه كنت انا بس بقول انا عايز احرق لكم الروايه في الاخر بس، وراح هو راح ايه راح داخل قاطع. طيب لا انا عايزه بس عايزه يعني الناس اللي حست بكده تقرا تاني اخر اربع صفحات في الروايه، الحوار بين سيلار ومصطفى باشا. الحوار ده يمكن مهم جدا وبيبين قد ايه انا بحاول ان انا اكون الى حد كبير موضوعيه. يعني عن نفسي انا حسيت ان رغم ان انت بثلاث قصص وثلاث زوايا مناسبين جدا ان احنا ننقل منهم كل واحد وجهه النظر، حسيت اكتر بان تبني وجهه النظر ان العثمانيين كانوا جايين محتلين وان المماليك هم دول اللي تغير فجاه دورهم من محتل الى مواطن مصري مناضل مكافح بيقاوم الاحتلال العثماني. مش عايز اقول ان هي كانت شبيهة شوية بفكرة ممالك النار والمسلسل ده، بس يعني الرواية قبل المسلسل بسنة على فكرة. الرواية طلعت قبل المسلسل بسنة. ده صحيح، بس ده ما ينفيش ان 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 المسلسل كان طالع بوجهة نظر او باهداف سياسية واضحة بان هو عايز يفهم ان العثمانيين دول ناس وحشين وان الاتراك اللي هم امتداد العثمانيين النهاردة هم من نفس الموضوع وكده، وبيخفي حقيقة ان المماليك ذات نفسهم ما كانوش مصريين وما كانوش بيحبوا ان هم يمتزجوا وسط المصريين، ولا يعني وكانوا بيأنفوا ان هم يتعاملوا مع المصريين البسطاء الى حد ما. فيعني ما فيش قوي ما بين ان احنا نقول ان المماليك والعثمانيين وان المماليك دول هم الابطال اللي كانوا بيدافعوا عن مصر. لا، هم كانوا بيدافعوا عن عرشهم لا اكثر ولا اقل. سامعني؟ تاني لو قلتي حاجه. اتفضلي. طيب لا انا بس انا عايزه اقول ان انا مبسوطه ان يبقى في نهايه الروايه وجهات نظر مختلفه. يعني انا بحاول في الروايه ان انا ما يعني ما بقاش في وجهه نظر واحده ولازم نتفق عليها، بالعكس انا عايزه الروايه تخلينا نفكر اكتر في حاجات كتير. في حد هيطلع من الروايه شايف ان المماليك دول لا زيهم زي العثمانيين، في واحد تاني يطلع لا المماليك كانوا احسن، لا العثمانيين، يعني كل واحد يطلع من الروايه بوجهه نظره هو. انا ما حاولتش ان انا وشايفه ان مش واجب الكاتب ان هو يدي او يعني زي ما يقولوا يملي وجهة نظره خالص. هو الكاتب المفروض ان هو يعبر بصدق عن تجربة انسانية ويسيب القارئ هو يفهمها زي ما هو عايز، يختلف او يتفق. طبعا ساعات ممكن القارئ يفتكر ان الكاتب قصده حاجة وهو ما يكونش قصده ده خالص، يعني دي برضو ممكن. برضو انا في الحتة في الجزء الاخير بالذات اعتمدت على المصادر التاريخية الموجودة، فمثلا ابن اياس قال لنا ان المصريين حموا المماليك وخبوهم في بيوتهم، دي قصه ابن اياس حكيها ان هم المماليك لبسوا لبس الفلاحين واستخبوا في بيوت الفلاحين. بالنسبه لي انا لما اسمع قصه زي دي اقول طب هم بيكرهوهم، طب خبوهم في بيوتهم ليه؟ طب ما يسلموه للعثمانيين. فكده يبقى بالنسبه لي لا، ان في التحام حصل، او ان هو ابن اياس بيحكي ان المماليك والمصريين قعدوا مع بعض في مسجد شيخ العمري وقعدوا والتحموا ببعض واتكلموا واتكلم معاهم السلطان وقعد معاهم في نفس المكان، يعني في قصص هو بيحكيها بتدل على كده. لكن ده ما يمنعش ان انا الروايه بتاعتي ما حاولتش اخليها سياسيه. انا فاهمه كويس طبعا ان ممكن اي عمل مسلسل او كذا، ليه بقى دي مهمه ليه؟ لان مش ممكن احنا نتكلم على سليم ونقول ان هو كان هل سليم يعني شخصيته كانت بالظبط؟ لا، هو كان شخص ذكي جدا، يعني هو داخل بلد. إن هي القاهرة كانت عاصمة الدولة المملوكية، لكن الدولة العثمانية كانت عاصمتها إسطنبول. فأنا بالنسبة لي إن القاهرة كانت هي صدر الحضارة الإسلامية المملوكية، إن طبعاً سواء إحنا اتفقنا أو ما اتفقناش مع المماليك، فأنا اللي حبني جوه القاهرة لأن ده المكان اللي أنا واخداه كعاصمة وعايشة جوه. لكن لما يجي العثمانيين طب هم عايزين إسطنبول هي اللي هتتبنى فيها، القاهرة هتبقى تاني عاصمة مهمة أو تاني بلد بعد إسطنبول. فده هي الحته اللي بالنسبه لي انا كانت مش مستساغه قوي او مش عجباني قوي، لان طبعا انا لو انا عندي امبراطوريه وانا قلب
الإمبراطورية، فده إحساس مختلف عن إن أنا أكون يعني زي تاني واحد أو تالت واحد أو رابع واحد أو عاصمة من العواصم، لكن الإمبراطورية نفسها موجودة في حتة. فده طبعاً برضو اختلاف بين المماليك والعثمانيين، لأن العثمانيين ما جوش عملوا القاهرة هي العاصمة وقعدوا جوه القاهرة واعتبروها بيتهم وخلاص استغنوا عن تركيا، لا ده ما حصلش طبعاً، ده تاريخياً ما حصلش. فده دي بس الاختلاف، لكن غير كده ده ما يمنعش ان زي ما انت بتقولي نفس النقط اللي احنا بنقولها بالظبط في الكورس، ان احنا بنتكلم ليه الدوله الفاطميه وليه المماليك بالذات الحضاره بتاعتهم واثارهم في مصر غنيه جدا، في حين لما بنيجي نتكلم على الدوله العثمانيه بنلاقيش غير كلهم كام جامع يتعدوا على الصوابع، ولما بالعكس انا بقول لهم اللي انتوا عايز تتفرجوا على جمال العماره العثمانيه ما تتفرجوش عليها في مصر، انت لازم تروح اسطنبول، رائعه في اسطنبول حقيقي. وانا بقى انا بس عايزه اعقب طبعا على حاجه هنا مهمه جدا وملهاش دعوه بالروايه، الاثار الفاطميه والدوله الفاطميه اللي للاسف برضو معلوماتنا عنها فيها ظلم شديد، فانا مبسوطه ان دكتور ايمن بيتكلم عليها كمان في الاصل ده، يعني ده حاجه رائعه جدا. لسه مخلصينها يعني، لسه لو حياتك بقى يعني بتدوري، احنا كنا بنتكلم انا وانت المره اللي فاتت على موضوع الروايه بتاع العباسيين والطولونيين والقصص ده، وهنلاقي في روايات عن الحاكم والجنان بتاعه ما يكفي لكتابه يعني اساطير، مش مجرد قصص يعني. انما انا هرجع تاني لقضيه السلطان حسن بالذات. السلطان حسن بالذات وهو ده المعلم الفاصل في تاريخ العمارة المملوكية كلها على مر العصور، لأن التعاطف مع قصة السلطان حسن كسلطان وقصر فترة حكمه وقلة إنجازاته، وكأنه واحد يعني ربنا مقدر له أنه هو يجي يحكم 3 سنين إلا ما يعملش فيهم إلا جامع واحد وبعد كده يخلص. فالجامع بتاع السلطان حسن اللي هو دلوقتي آية بدأت تشركنا معانا فيه يبدأ بالقصة بتاعة حلم السلطان حسن اللي هو جاب فيه بيلك وقال له كلمتين: I want something impressive. ده التكليف اللي احنا بنسميه في العمارة اللي هو الكلاينت بريفليج، اللي هو جاي العميل بيطلب من المهندس المعماري يقول له أنا هدفي من البرنامج بتاع المشروع إنك تعمل لي كذا. فهو قال له حاجة في منتهى الغموض وكل الطلبة بيعانوا منها لما الدكتور يقول لهم مطلوب منك تصميم مستشفى روعة ويسكت، وعلى الطالب بقى ان هو يفهم روعة دي بقى يترجمها ازاي، يعني هو بقى اللي عليه يبحث ويدور ويشوف ايه معنى كلمة I want something impressive. فهنا حصل نوع من انواع الـ الاختلاف ما بين وجهة النظر اللي بتقول ان السلطان حسن هو اللي كان عنده الرؤية لبناء مسجد عظيم، وإن بيلك هو المهندس المعماري اللي صممه له أو شائد العمائر لو اتكلمنا بلغة العصر ده، وما بين وجهة النظر اللي موجودة في الرواية اللي بتقول إن بيلك هو اللي كان الدافع أو المحرك لإقناع السلطان حسن بأهمية عمله لمنشأة السلطان حسن. فأيهما تعتقد إن هو أقرب للحقيقة؟ ايه انت معايا؟ مع حضرتك. طيب هي دكتورة ريم شكلها خرجت ولا ايه اللي حصل؟ هي موجودة بس بتهيألي مش سامعينا. طيب مستنيينها. تقدري ستوب شيرينج ذا سكرين ونرجع لها تاني؟ ايوه يا ريم حضرتك خرجتي. المايك معمول لها ميوزك. اوكي كده صح. اوكي حضرتك سمعتيني؟ اخر بس حتى في السؤال كنا بنتكلم على ان الدافعيه وراء انشاء السلطان مسجد السلطان حسن متباينه ما بين وجهه النظر ان السلطان حسن اثناء سجنه في القلعه، واحنا بنفرجهم دايما اولموست المكان اللي كان موجود فيه وهو قاعد بيتفرج على الساحه دي وقاعد طول الوقت بيحلم ولما هخرج حامل حاجة ما حصلتش، فده حلم قاعد يدغدغ مشاعر السلطان حسن طول فترة سجنه، ولما خرج كلف بيلك وبالتكليف ده I want something impressive. في حين ان الرواية بتذكر ان الامير بيلك هو اللي بيحب العمارة من صغره وهو اللي في عقله الباطن بيحلم بانه يعمل حاجة ما حصلتش، وهو اللي اقنع السلطان حسن بانه يعمل حاجة زي كده. الفرق ما بين الحقيقة والخيال
ده سؤال صعب بقى، يعني طبعا الواحد مش هيقدر يخش جوه الناس قوي. احساسي الداخلي ان هو كان شعور متبادل بين الاثنين، يعني في واحد المهندس اللي نفسه يعمل حاجه طبعا تفضل وتبقى فيها اسمه وفيها تخليد ليه، بس اكيد برضو الحاكم اللي هو شجع المهندس وقدر يديله الفلوس اللي تكفي ان هو يعمل حاجه كده. فانا حاسه ان هي يمكن الاثنين مع بعض، يمكن اي عمل جميل محتاج الحاجتين، تشجيع الشخص اللي هيقدر يمول وهيقدر يجيب الماتيريال بتاعته، وطبعا برضو محتاج فنان عنده القدره والصدق وان هو يقدر يعمل عمل جميل. احس ان هي محتاجه الاثنين. هو الفكره بتاعت بوابه السلطان حسن، لو ريم انت سامعاني؟ سمعه. تمام. هي آية بتفرجك شوية من السلايدز اللي بنستخدمها في المحاضرة. رائعة. بنتكلم. جميلة جدا. لا اوقفي هنا بقى يا آية، وبنتكلم هنا عن المدخل. اوكي. لا شك ان السلطان حسن هو عبارة عن بوابة. وده يعني اكبر واهم معلم موجود فيه. البوابة بتاعت جامع السلطان حسن، البورتل اللي بنسميها البورتل أو الأبروتش بتاعه، ما حصلش في تاريخ العمارة في أي جامع تاني، لأن شكله اللي هو أولموس كأنه طائية وطالع منها مثلث وبعد كده نازل على قاعدة عريضة مع ارتفاعه الشائق اللي حوالي 34 متر يعني 11 دور، ما تكررش في كل المعالم المعمارية المملوكية حتى اللي كان بيحاول يقلد فيها السلطان حسن. فالطراز بتاع البوابة ده يقال انها جاية من العمارة التركية، وان بيلك جايبها اكتر من مساجد موجودة بعينها في العمارة التركية، عمارة الاناضول الجراكسة بالذات. فهل القصة بتاعت ان بيلك كان بيحلم من طفولته دي ليها مصادر، ولا جزء من الحبكة الدرامية بتاعت القصة؟ هي انا عايزه اولا الكوت اللي هي بتاعت حسن فتحي دي رائعه يا ايه، يا ريت ان انت تعملي لي عليها تبعتيها لي واتساب لانها فعلا جميله جدا. سامعيني ايه؟ اكيد. ربنا يخليك. طبعا انا مش يعني انا بالنسبه لي انا مش فاكره بالظبط ايه اللي كان حقيقي وايه اللي ما كانش حقيقي في الحته بتاعت محمد هاتي اوباما يا ايه. فدي بالنسبه لي يعني والله دي كانت ايه، حسن فتحي ولا اوباما؟ لا هي حسن فتحي، بس احنا عندنا اللقطه اللي انت كنت بتتكلمي عليها في اول اللقاء لما كنا بنتكلم على اختيار اوباما. فطبعا اوباما قاعد بيبص نفس البصه اللي انا واقف ببص عليها في نفس المكان. سبحان الله. ازاي الكلام بتاع حسن فتحي ان التنسيق والهيكل بتاع الجامع بيفرض عليك انك ترفع راسك لفوق وانت صغير بالنسبه له، ان ازاي زعيم امريكا هو وكلينتون واللي معاه في الوفد كلهم مش قادرين يقاوموا الرغبة في ان هو ينزل من نفسه ويبص لفوق، يعني ان في حاجة اخيرا اعلى منك يا زعيم يا بتاع امريكا. وان هو ليه اختار جامع السلطان حسن بالذات يزوره، ما راحش القلعة مثلا. ده ما هو بالظبط كده. هو احنا يعني زي ما حضرتك عارف، وانا كمان عندي سؤال لك في الحتة دي، زي يعني زي ما نقول الليجاسي او تجربة البناء عند المصري تجربة قديمة جدا موجودة. سمعني؟ أيوة. موجودة طبعا عندنا في العصور كبيرة جدا، فالمماليك هم اللي عملوه ان هم استفادوا من الهندسة المصرية اللي كانت فيها تفوق شديد، يعني الصناعة المصرية الفن المصري هم استفادوا منها، وظفوها كويس قوي بذكاء شديد جدا علشان يقدروا ان هم يعني يستغلوا هذا الفنان او هذا شاد العمائر او الفنانين كمان. زي ما حضرتك قلت، هي مش مجرد بس ان احنا دلوقتي ده مبنى، لا بص نبص لكل الزخارف، نبص لفكره ان الباب ليه علاقه زي ما حضرتك برده قلت بالروح او بالمشاعر او يعني انا طبعا كمعلوماتي ان الفن الاسلامي كله له معاني اكبر من مجرد ان هو مبنى او ان هو زخارف او ان هو رسم. كل حاجه لها معنى أكبر من كده، له علاقة بالروح وله علاقة بالإيمان وله علاقة بالعقيدة. بس ده بالنسبة لي أنا يعني ككاتبة أنا شايفاه إن هو جزء من تاريخ طويل قوي للمصري في الهندسة وفي العمارة. يعني المماليك استفادوا
هيستفادوا بالتاريخ ده، ويمكن كانوا اخر ناس هتستفاد بالتاريخ ده. ايه بقى اللي حصل في الهندسه الاسلاميه بعد كده؟ ده السؤال بقى اللي عايز اساله حضرتك، ليه ما فيش بقى مباني زي دي تاني؟ خلاص حضرتك اختصرت الكورس كله، انت كده اختصرت الكورس كله، لان هو ده السؤال بتاع اخر محاضره. ايه اللي حصل والله؟ طيب يعني هو السؤال باختصار هو ايه اللي حصل يا جماعه؟ ما احنا كنا كويسين. ايوه انا لسه اعرف ايه اللي حصل، فانا قلت اسال حضرتك بقى متخصص ايه اللي حصل. لا ما هو انا مش هحرق الكورس، دعاء برضه ايه اللي حصل؟ مش عايزه تحرقي الروايه وانا مش هحرق الكورس، فهسيب الطلبه لسه ما وصلناش لحد. انا عندي الاجابه بس مش هتقولها غير لما الطلبه تغوص معانا شويه. دكتوره طب دعاء، طب انا بقى انا عايزه احضر المحاضره الاخيره دي، المحاضره لازم تقول لي عليها. لازم ده لازم، هي اللي فيها اجابه البازلز بقى كلها، دي بقى الاهم يعني، دي الحته اللي انا نفسي اعرفها بقى. انا بحاول اعمل ان ميوت اهو يا دعاء، اتفضلي. يعني انا متفقه معاكم جدا ان العماره المملوكيه ليها سحر خاص، وده لان هي عماره انفق عليها بوفره وسخاء، لان الدوله المملوكيه كانت في الوقت يعني بالذات في وقت دوله المماليك البحريه، وبعدين في الجزء الاول من وقت دولة المماليك البرجية، كانت طبعا مسيطرة على طرق التجارة، وكان ده يعني العمود الفقري لاقتصادها في الوقت دوت، فكان في رخاء اقتصادي كبير. والحقيقة هم بقى المماليك كان عندهم كونسبت معين كده، ان هم عايزين يسيبوا حاجات تتكلم عنهم او تخلد ذكراهم للأجيال اللي تيجي بعد كده، وده اللي خلاهم ينفقوا بسخاء على مثل هذه العمائر يعني. وحضرتك في معرض حديثك اتكلمتي عن ابن إياس. ابن إياس فعلا بيتكلم عن العصر المملوكي بشيء من النوستالجيا، يعني فكرة الحنين للعصر دوت والحزن ان العصر ده انقضى، بالذات بيعمل فوكس على فكرة السبلندر اللي كان موجود في وقت العصر المملوكي. حتى يمكن من ضمن الحاجات اللي بيحكيها فكرة الخيمة الكبيرة اللي كانت بتقام فيها الاحتفالات بتاعة المولد النبوي الشريف، وإزاي إن دي كانت حاجة مبهرة والناس بتنبهر بيها وكده يعني. الحاجة كمان مميزة جدا ان القاهرة في الوقت دوت كانت هي مقصد وقبلة الفنانين من كل العالم الإسلامي، وبالتالي هنلاقي ان اكيد في فنانين جم من يعني انحاء مختلفة من العالم الإسلامي اشتركوا في عملية البناء، واكيد التأثير بتاع المكان ظهر في المنشآت اللي اشتركوا في بنائها. يعني في مسجد السلطان حسن في الجزء بتاع الواجهة في الجنب خالص كده في مربع في عليه بعض الأشجار اللي هي كانت بتنمو في منطقة يعني نواحي كونستانتينوبل بقى والحتة دي، فده بيؤكد برضو ان هما كان في فنانين ممكن يكونوا متأثرين بنوعيات اخرى من الفنون، وبرضو ده ادى زخم وادى ثراء لان اندمجت فيه عناصر مختلفة. وطبعا انا متفقة جدا مع دكتور ايمن ان البوابة خرافية، البوابة يعني فعلا بتحسسك ان انت داخل يعني صرح غير عادي، وفيها الجراندير بتاع العمارة المصرية القديمة، الارتفاع الشاهق كمان الاهتمام بالتفاصيل، فدي كلها الحقيقة حاجات بتميز جامع السلطان حسن. ويعني سبقوا ان هم قالوا ان هو ده الهرم بتاع العمارة الهرم الرابع. الهرم الرابع. أنا عايز أفرج دكتورة دعاء والطلبة وريم الكلام اللي قاله فرانك لويد رايت. فرانك لويد رايت يا ريم هو يعني رائد العمارة الأمريكية الحديثة، يعني هو زي حسن فتحي بتاعنا. الكلام اللي مكتوب على اليمين ده الكلام اللي قاله فرانك لويد رايت لما شاف السلطان حسن. بيقول إيه؟ بيقول How is it permissible to people having such superior arts to abandon it
and replace it with the faults of Western architecture, which Westerners themselves try to get rid of. يعني برضو الكوتيشن دي آية لو سمحتي بعتيها لي حالاً. إيه الروعة دي؟ إيه الكوتيشنز الجميلة بس استفدت منكم النهاردة بجد؟ يعني ده فرانك لويد رايت اللي هو بينظر إليه إنه هو إله العمارة الأمريكية. حضرتك بس يعمل كده سيرت على فرانك لويد رايت على ويكيبيديا وشوفي بيقولوا عنه إيه. ده يعني فعلا إله العمارة الأمريكية الحديثة، لأنه عمل جوجنهايم ميوزيوم وما أدراك ما جوجنهايم ميوزيوم، يعني اللي لسه العالم كله بيتكلم عن روعته اللي فيه السبايرل اللي تصور فيه الأفلام والحاجات دي كلها. هنا اللي بقول لك الفرق، العلاقة ان احنا ازاي بنربط ان العمارة الإسلامية في مصر مقارنة بالعمارة الأوروبية، وازاي ان الغرب هو اللي اخده منها. لو اي قدرت تجيب لنا السلايد بتاعت لوي سوليفان كمان يبقى هايل. بس ده النقطة، ان ده فرانك لويد رايت اللي بيؤمن بالعالمية جاي بيقول لمصر هو انتوا جايين بتقلدونا ليه؟ جاتكم خيبة. ده احنا اللي بنحاول نقلدكم. ده ارجعي للقطة اللي فيها البوابة يا آية. استني هنا بقى، استني خلاص. ده اللي بتبين لك يا ريم ازاي ان مدخل السلطان حسن متأثر بالبوابة اللي موجودة في الأناضول. فالطريقة بتاعت البوابة اللي آخرها almost مثلث من فوق ده هي مش موجودة في حاجات تانية كتيرة جدا في العمارة المملوكية، مما يدل على إن بايلك كان متأثر بحاجات في الخلفية بتاعته تدل على إن نشأته وطفولته كانت ليها تأثير، إن هو فعلا الحاجة الإمبريسيف اللي طلبها منه السلطان حسن كانت هي الحاجة اللي حب يعملها كمارك وكسيجنتشر ليه. كله قدر يقلد القبة، كله قدر يقلد المآذن، كله قدر يقلد الصحن والإيوانات، لكن محدش فكر ان هو يعمل بوابة almost identical زي السلطان حسن في كل تاريخ العمارة المملوكية في مصر او في بره. فدي يبدو ان احنا اخدناها. لو رجعنا للسلايد بقى يا آية بتاعت لوي سوليفان اللي فيها الزخارف، هنا بقى برضو الفوليوز او الزخارف اللي كان بتكلم عليها الدكتورة دعاء، ازاي ان الزخارف اللي موجودة في البندة اللي مكتوبة جوه الجامع في الشمال هنا اللي هي الايات اللي مكتوبة بالخط الكوفي، ووراها الزخارف النباتية اللي موجودة، ازاي ان لوي سوليفان اللي هو the father of skyscrapers في امريكا اخدها ونقلها مع انه ما شافهاش، لكن هو اخدها من الكتب ومن الزخارف اللي موجودة في الاندلس. فالاستخدام بتاع البايومورفيك ستايل اوف اورنمنتيشن وديكوريشن اللي موجوده في لوي سوليفان اللي هو في السلايد الوسطانيه ده ايه، تكاد تكون تتشابه مع الزخارف النباتيه اللي موجوده في ثنايا السلطان حسن والخطوط اللي موجوده فيه. وكان ان الغرب بكل جبروتهم حتى في العصور الحديثه ما زال ان هو بيحاول ينقل العماره اللي موجوده في السلطان حسن. فانا مش مندهش ان ريم اخذت السلطان حسن كمحور للروايه بتاعتها، انا بستغرب هي ازاي وصلت لنفس الكونكلوجن اللي وصلنا له. ده احنا بنتكلم حتى ان السلطان حسن، ودي برضو من المحاضرة اللي هناخدها المرة اللي جاية، ان حط مبادئ تقسيمة الوجهة بالريزم الرأسي اللي موجود في الخطوط الرأسية اللي موجود زي ما هو باين في وجهة السلطان حسن اللي طولها 150 متر اللي هي موجودة النهاردة في كل العماير العادية جدا اللي موجودة في الصين وفي الكويت وفي الخليج اللي هي الرأسيات. فطريقة تقسيم الشبابيك بمجاري او بخطوط رأسية هو اول واحد عملها كان بايلك. ده ما عملها امتى؟ 600 سنة قبل العمارة الأوروبية الحديثة اللي احنا النهاردة بنتكلم عليها. فليه حق فرانك لويد رايت لما يقول how come، يعني how come you are trying to copy us. نرجع بقى لريم يا آية. انا عايزة بس اقول ان انا فعلا بستفاد جدا من وجودي معاكم النهاردة، وان الصور دي رائعة، وانا مبسوطه ان الدكتور ايمن بيسجلها عشان انا هخليها عندي وكل شويه هتفرج عليها وهسمعها. يعني لا ده احنا كمان بنتكلم على السلطان واولاد الناس من قبل ما نقرا القصه كمان. لا وكمان انا مستنيه المحاضره الاخيره اللي عايزين نعرف فيها ايه اللي حصل. انا طبعا معلش انا مش هقدر اكون معاك في الحلقه، انا عندي محاضره بتبدا 3:30، فانا هخلص 3:30 بالظبط اخش على المحاضره بتاعتي.
لا احنا كده خلاص خلصنا. لو في اي حد تاني عنده اي سؤال من ريم، احنا اولا طبعا بنشكرها بشدة وبعنف وارجو انها هتكمل معنا. انا اعتقد يعني مش هتكسفنا ان احنا نقول لك احنا كنا قلقانين ان النت تكون مش كويسة، بس احنا كده بنعمل بروفا فدي مش محسوبة. لا احنا كده كويس قوي، ده احنا حظنا جميل النهاردة، ده احنا كده يعني... اخر طيب انا عندي مشاكل كتيرة في الانترنت. لا ده احنا كنا هنخليها بابليك بقى ونخليها ستريمينج المرة الجاية، فهستسمحك بقى لو انت فاضية الاربع اللي جاي هنخش بقى على جامعة النيل وهنديهم بقى بابليك هيرينج ونخليها لايف على الفيسبوك، طالما احنا اطمننا ان التكنولوجي مش هتعكسنا جامد يعني. طيب خليني أكد على حضرتك برضو أشوف إيه النظام كده مع الجامعة بتاعتي، وإن شاء الله نحاول بإذن الله. ده أنا مبسوطة جدا بيكو كلكو وأشكركو جدا على الوقت ده بجد، دكتور أيمن وآية ودكتور دعاء وكل الطلبة الجمال، وإن أنتوا قريتوا الرواية واهتمتوا بيها واهتمتوا تحضروا، بجد ألف شكر لكم. وممكن تتابعوا صفحتي كمان على ريم بسيوني على الفيسبوك عشان أي فعاليات أو أي حاجة دائما هيكون معانا، وان شاء الله هتكونوا كلكم معانا ان شاء الله باذن الله. باذن الله كل سنه وانت طيبه، ونشكرك ونشكر الدكتوره دعاء وايه، وباسمك وباسم كل اللي مشاركين احنا هنعتبر ان دي يعني ايه يعني مجرد شيك هاندز لعلاقه طويله باذن الله في كل ما هو اتي. ومستنيين نزيد اسالك اخر سؤال، ما هي قصه دلايا؟ يا رب انا لسه عندي كذا فكره كده يعني، ان شاء الله بقى فتره الحظر دي تساعدني ان انا اقعد اكتب بس ايه واعرف التاريخ برضو، انا لسه بقرا شويه، فهتلاقوني يمكن ابعت لكم اسئله ولا حاجه. بس انا مهتمه جدا بالكورس الجميل جدا ده، وبجد حظكم جميل ان معاكم دكتور ايمن، لان هو بيحبب كمان في الكورس، مش مجرد بس ان تدرسوا حاجه، لا انتوا بتحسوا بيها، دي حاجه جميله جدا. مرسي جدا، احنا كلنا حبيناك يا ريم، وان شاء الله نشوفك وهكمل معاك بقيه الاسئله، ان احنا كنا محضرين لك شويه اسئله بقى على المؤيد شيخ شخصيا بقى، لان الموضوع ده لوحده حكايه ده، واحنا كده هنختلف مع بعض. فهم بيدرسوا ان المؤيد شيخ ده كان اولموست ظالم وباطش وحرامي، وانت مطلعاه ان هو راجل كويس، فاحنا عايزين نتفق بقى على ان نوصل لحل شويه. صوت راح. كنت بقولك بس احنا في شوية اختلاف في من هو المؤيد شيخ، هل هو الراجل اللي استفاد من سور القاهرة الفاطمية ان هو يوفر في التكاليف ويبني المآذن بتاعته على بوابات زويلة ويسرق بوابة السلطان حسن، ولا الراجل كانت غرضه شريف؟ ده بقى خليه السؤال المرة الجاية، ده بقى بتاع المرة الجاية، ده بقى لان ده كده عشان نبقى كلنا عشان نبقى كلنا مع بعض. مرسي جدا يا ريم، والى اللقاء، والمره الجايه هظبط الفيديو بحيث نشوف بعض بقى باذن الله. ان شاء الله، يتمنى يا رب ان شاء الله. مرسي جدا، مرسي قوي قوي قوي. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. الموضوع خلاني احسدها شويه عشان احنا ما عرفناش نعمل التجربه دي في الكورس ده. ان شاء الله لما يتفتح المجال الجوي اوعدكم باذن الله هننزل مع بعض الاماكن دي. مش هينفع اصلا يعني، مش هينفع نتكلم عليها نظري. طيب غير قصة ان انت شدك او انها بتقول انها نزلت شافت الاماكن دي. قصص وحشة، هو موضوع المماليك بس، وان انا دايما كنت بسمع عليهم قصص وحشة وكده، هي شكلها متأثرة بيهم قوي. انت قريتي حاجة من القصة؟ هو انا قريت الريفيوز عليها بس، قعدت دورت عليها، حتى نزلت شفتها جنبي وشفتها بي دي اف ما لقيتهاش. قريت الريفيوز وقريت البشمهندسة نزلتها على الجروب. تمام شكرا يا هند. اللي بعد
أحمد يا جمال؟ كان علق معايا حوار إن الفاطميين كانوا يعني احتلال، وإن المماليك لا، كان في منهم بيحتموا مع المصريين في بيوت الفلاحين. إن هو تلحموا أكتر مع الشعب المصري. وبرضو كان الجزء بتاع إن يعني ظهرت الدولة العثمانية في اسطنبول يعني، والمماليك ظهرت في القاهرة على أساس إن دي كانت العاصمة للدولة ودي العاصمة للدولة التانية. جميل جميل، صح فعلا. بس يعني كده بيدور في دماغي انه هي ازاي قدرت تعرف مشاعر الناس اتجاه المماليك ومشاعر المماليك اتجاه بعض، وازاي عرفت رأي الناس مع ان كل التاريخ المكتوب اصلا بيهمش الرأي بتاع الناس، بيركز على الحاجات السياسية من وجهة نظر كده غريبة انحيازية جدا. صح، انا معرفش الانجي اللي كاتب السؤال ده، بس السؤال ده كان محطوط عندي في القائمة، وكل لما اجي اقراه تروح يحصل حاجة. بس رقم 4 لو وريتك الصورة اهو، كيف استطعت معرفة رأي وشعور وشعب مصر تجاه المماليك وشعور المماليك تجاه بعضهم البعض؟ ده سؤالك. اوكي، فخليكي معانا بقى لما نعمل لقاء معاها الاسبوع اللي جاي علشان نجيب اجابة السؤال ده. اوكي، شكرا. وايه تاني، ايه اللي علم معاك يا آلاء؟ هو هي اوريدي كانت الدكتور جاوبت على سؤال اللي هي ليه مزجت قررت تمسك بين يعني بين الحب والحاجات التاريخيه، وبجد اجابتها ابهرتني جدا. قالت ايه؟ انه هي فعلا قالت ان هي عشان هي عايزه تدرس الموضوع من ناحيه مشاعر اكتر، وان المشاعر دي تبقى اكتر مشاعر صادقه وجميله، فهي فعلا دخلت الموضوع في مشاعر قوي وخلت الناس تحسها جدا عشان تستوعبها اكتر وتدخل جوه ألبوم على طول بقى، يعني هتعدي حاجات كتير. وانه لو فكرنا اصلا اغلب الحاجات بتبقى كده، يعني اغلب الحاجات اللي بتوصل قوي بتبقى وصلت عن طريق المشاعر اكتر من المخ، واحسن حاجه هي اللي بتبدا تعدي مرحله الفلتره اللي احنا دماغنا بتعملها لنا من انحيازيه او ارائنا، وهي الحاجه الصح هي اللي بتروح داخله كده على طول جوه. فكره ان هي فعلا قررت انها تلعب على المشاعر او تقربنا اكتر من وجهه نظرها عن طريق المشاعر، دي حاجه جميله جدا يعني. وده فكرك بشويه كورسات بتاخديها في الجامعه طبعا. يا نهار ابيض. انا كمان كان عندي الاحساس بتاع الاء ده بالظبط. والرد عجبني قوي، اجابتها حلوه قوي شويه كده. حلو قوي يا الاء. مين كمان عايز يدلي بدلو في الاراء اللي اتقالت دي؟ سامعني يا دكتور؟ ايوه يا فاطمة. هو صراحة انا ما بحبش القراية خالص، بس طريقة كلام استاذة ريم يعني خلتني اتحمس جدا ان انا عايزة انزل الرواية فعلا واقراها واعرف يعني الاحداث بالظبط ايه اللي حصل. لكن انت بصفة عامة مش مهتمة ان انت تقري، ما بتحبيش الروايات. انا ما بحبش القراية في حد ذاتها، انا ممكن اسمعها حد يحكي لي اللي حصل في الآخر، بس أنا ما بحبش أمسك كتاب وأقعد أقراه يعني. طيب، بس فعلا هقرأ الرواية بعد المحاضرة دي. طب وإيه اللي علم معاكي من كلامها؟ زي ما مش عارفة مين كانت تتكلم قبلي، بس برضو قالت إن هي حابت تدمج المشاعر بالتاريخ. هو أساسا التاريخ من وجهة نظري كله مشاعر. مش أحداث. نعم؟ مش أحداث. لا، التاريخ مش أحداث، التاريخ هي ناس عاشت ومشاعرهم ونفسي أعرف جداً هي إزاي وصلت مشاعر الناس اللي عاشت والمواقف اللي اتعاشت ديت عن طريق كتابة. يبقى أنا أنصحك أنك تقريها فعلاً يا فاطمة، لأن يعني أنت بتقولي كده وأنت لسه ما قريتيهاش، ومن لما هتقريها تعملي إيه بقى؟ أنا إن شاء الله ناوي أقراها فعلاً. شكراً يا فاطمة. كنت حاجة تقول إن المماليك كانت هي الرابط بين العصور يعني. كان يعني لاحظت في كلام حضرتك إن هي يعني ربطت بين العصر الحديث والعصر
الإسلامي، وبعد كده كانت هي آخر حاجة في الإسلامي يعني، وإن في حاجات كتير في أوروبا واخدة من الشبابيك بتاعت الواجهة الجانبية لمسجد السلطان حسن. آه، وده لسه هناخده يا محمد في المحاضرة اللي جاية بتاعت السلطان حسن. فيعني المحاضرة دي تعتبر إنها زي ما تقول إيه كده يعني، يعني أوردفر كده يعني، حاجة فاتح شهية للمحاضرة اللي جاية. فأنا أعتقد إن إحنا الأسبوع اللي جاي بإذن الله هيبقى مهتمين قوي نعرف بالظبط يعني هل فعلا كان عندها حق انها تختار الروايه وتختار الاحداث في هذا الاطار، ولا السلطان حسن زيه زي اي جامع تاني وما يستحقش منا كل الاهتمام ده. شكرا يا محمد. انا كنت دخلت اصلا مسجد خاصة لما بتخشوا اصلا يعني الصوت بيتعزل فيه تماما عن بره، و يعني ليه روحانيات خاصه عن اي مسجد دخلته تاني. صح تمام، شكرا يا محمد.